Lame rotanti! Missili perforanti! Consul Catefil Murtad! Radur Faba! Rainbow Way! أجراندايزر حتى لو كان بمئة لغة بالنسبة لنا هو جهاد الأطرش، الممثل اللبناني القدير اللي جسد بصوته شخصية البطل الخارق ومنح روح عربية أصيلة. أستاذ جهاد، أهلا وسهلا فيك وألف مبروك رئيس نقابة الفنانين المحترفين، يعني رسميا ونهائيا ومن دون أي مشاكل. شكرا زفان، نعم تحياتي للزميلات والزملاء في تلفزيون المستقبل، تحيات من القلب للمشاهدين الكرام. نعم، هو حلو، يعني كان لازم نعمل نحن حلقة عن النقابة بخضم المشاكل اللي صارت، رجعنا قلنا خليها تروق، خاصة انه في سمعة فنانين بنحبهم رجعت، يعني قدرتوا تلاقوا الصيغة يعني اللي المناسبة لحفظ الكرامات وبنفس الوقت لتفعيل هالنقابة، وبنتمنى لك كل التوفيق بانك تقدر تاخذها. نقابة الفنانين المحترفين وبقية النقابات الفنية الأربعة إلى مكانة جديدة ومستوى جديد ودور فاعل بإعلاء شأن الفنانين والممثلين وكل اللي بيشتغلوا بهالصناعة بلبنان. المجلس الحالي لنقابة الفنانين المحترفين عازم على هالشي، وبدأنا الاجتماعات مع النقابات الأخرى، وإن شاء الله منفعل دورنا ودور كل إنسان مسؤول في هالبلد حتى نوصل الى المستوى اللي بيليق كان في لبنان او بيليق بالفنان اللبناني. وان شاء الله المرتكب يعني يحاسب شو ما كان، ليكون بالنتيجه هيدا مثل مثل للنقابات الفنيه وايضا لكل النقابات ولكل المسؤولين بالبلد، واللي بينظلم تبين براءته. صحيح، يعني بنتيجة هلأ بعتقد الأمور بيد القضاء، بيد القضاء. نعم، في دعاوى بتتعلق بالسيدة سميرة بارودي، وإن شاء الله يعني أنه الأمور تسير إلى يعني تهدئة الأمور في النقابة، ما يكون في انقسام، هذا كان همنا. نحن كنا ضد الانتخابات في بادئ الأمر حتى ما يصير فيها الانقسام هالشرخ اللي صار بالنقابة، وإن كانت النسب مختلفة بين الفريقين، إنما الحمد لله تسوت الأمور، وإن شاء الله الله يقدرنا على المسيرة السليمة والصحيحة. على كل أحوال يعني أنا بحب الأستاذ إحسان صادق والست سميرة بارودة، يعني إذا عندهم وجهة نظر بحبوا كمان يقدموها للجمهور، أنه هيدا بيعفيهم يعتبروا هيدا المنبر منبرهم، لأنه بالنتيجة يعني إلى جانب المسار القضائي بعتقد هن مكانتهم بالفن اللبناني وبالذاكرة الشعبية اللبنانية لازم يكونوا هن أول مين حريص على الدفاع عنا وعلى شرح يعني وجهات النظر اللي هن مؤمنين فيها للجمهور اللبناني. مش من زمان استاذ جهاد استضفناك بمناسبة فيلم سينمائي قمت ببطولته، هو همسة من السماء، اخراج يوليوس الهاشم. نعم. اللي بيحكي سيرة مار منصور، واليوم عم نحكي عن سيرة جراندايزر بطل الخارق اللي ثاقبت. كمان لما استضفناك من كذا شهر كنت راجع من السعودية، حيث كان هنالك احتفالية خاصة من فانس تبع الجراندايزر وحصلت على تكريم. ليش جراندايزر منه مجرد اي دور اخر لعبته مثل عشرات ومئات الادوار اللي قدمتها لابطال خارقين وابطال تاريخيين وابطال حاليين؟ صحيح، بالنسبة للسعودية حضرتك تطرقت له الموضوع، بوجه تحية لكل المسؤولين في الهيئة الملكية في الجبال. فعلا كان في عندهم احتفالية كبيرة، مهرجان كبير، أطفالنا مستقبلنا، ولفتني هذا الأمر جدا لأنه لازم نهتم في الطفل. فوجهي لدعوة، كرر شكري للمسؤولين هناك، وزرت المملكة وشفت مدى تفاعل الكبير والصغير مع جراندايزر. شو السبب برأيك؟ جراندايزر إضافة إلى هالتقنية الفائقة في إخراجه وفي تصويره وفي تنفيذه، هو حمل رسائل كتيرة، حمل الجدلية التاريخية، حمل الصراع اللي انعرفت الآداب فيه من قديم الزمان، من زمن اليونان وما قبل اليونان لغاية اليوم، بطريقة الصراع بين الخير والشر ما في شك طبعا.
وخصوصا ما يتعلق بالأرض، ما يتعلق بهالكوكب اللي نحن عايشين عليه، حمل توجيهات كثيرة كان للطفل وكان للكبير. حب الوطن، احنا كل يوم نتغنى بوطننا وكل يوم ننشد نعم. النشيد الوطني. ودغري يعني لوقت طويل كنت دغري تعرف من صوتك، ايه اول ما تحكي الاولاد يعرفوا. هو صحيح صحيح، هذا كلام صحيح، انه في حادثة مشهورة جدا صارت معي مع طفل كويتي، من كان في حرب بلبنان هوني، وحبوا أهل هالطفل أنهم يتعرفوا علي ويقدموني لهالطفل قد ما كان يحب جراندايزر ومتعلق في جراندايزر، فعزمتهم على رأس المتن. فبمجرد ما وصلوا نزلوا من السيارة، تحكي عن الصوت، والصوت تأثيره بطفل، مش عم نحكي عن إنسان نعم. كبير عنده مخزون بذاكرته عن الأصوات وخبرته. فوصل نزل الطفل ما شاف جراندايزر قدامه، شاف شخص بيشبه بيه بيشبه عمه بيشبه اي رجل عم بيشوفه، قعد في الارض وصار يبكي بشكل تاثرنا كلنا انه هالولد كل ما حدا حاول يحكي مش معه. بعدين حاولت حضنته هيك شوي، صرت اهمس بذينته اقول له تفضل فوت معي على البيت. هلا عندك كان اشرطه كانت بعدها فيديوهات في اتش اس، فرجيك وتشوف جراندايزر جوا. هلا بلش يخف بكاءه شوي شوي، شيء مذهل، وبلش يسمع الصوت شوي اللي التفت فيه وهالدموع والغبار على وجهه قد ما، وغمرني وقال دايسكي. فتصور الصوت نعم فكرك حاطط الماسك يعني، يعني هو اهتم بالصوت واثر نعم. في انت بين دايسكي وجراندايزر ودوك فليت هن يعني نفسهم ايه، بس مع مين كنت هيك يعني، مين بتلاقي يعني مع مين كنت تعطيه الصوت الرخيم اكثر؟ شوف لانه هو نفس الشخص عم يتحول، هو عم بيتحول وكل مره انت عم تغير النبره بطبيعه الحال حسب الموقف، لانه لما يكون دايسكي هو انسان عادي شاب نعم. عادي عم بيتعاطى بالحياة معطاة الشاب الإنسان العادي، بينما لم يتحول لجراندايزر صار البطل المقاتل الذي لا يهزم، وأثر بتعرف أثر في المجتمعات العربية بشكل وعطيته صوت مختلف يعني. أنت هيدا الصوت، هذا صوتك، هذا صوتك يعني، هل نبرة بتستعملها بغير محلات أو هيدا يعني عندك نبرة خاصة بجراندايزر بصوتك؟ لا هو إلى حد ما كان يمكن قسم كبير من اختياري للدور هو نبرة صوتي، كانت إضافة إلى شغلات كتير الإنسان بيؤمن فيها ليجسدها عن مشاعر بيمثلها. قصة الوطنية شغلة كتير مهمة، شعورك في الوطن، حبك للوطن، حبك للأرض، حبك لل... أنا بلشت الحلقة أنه جراندايزر بيوحي لنا وكأنه كان فعل مقاوم بال يعني بأواخر السبعينات بوقت الحرب، بوقت يعني بعد أجواء النكبة الجديدة. كان عندكم هذا الشعور أنه أنتوا عم تبثوا الروح الوطنية لأجيال جديدة من المشاهدين العرب؟ أجيالنا نحن يوم اللي كنا في الجامعات، أنه أنتوا جيل النكبة تعتبر، جيل النكبة صحيح، وإضافة للنكبة أي شيء حدث في العالم كان يصير، كانوا طلاب جامعات لبنان أول ما ينزلوا للشارع يعني ناضلنا مع الفيتناميين، ناضلنا مع كل حرب كانت تصير في إن كان في أفريقيا التمييز العنصري، إن كان في أمريكا قصة. أنت من شباب التظاهرات بالسبعينات، كنا يعني بالجامعات نتظاهر، وكان الاتحاد الطلابي له تأثير كبير، فكنا كانت الروح القومية نامي فينا، وكانت قضية فلسطين القضية الكبرى عند العرب، ما كان في شيء شغلنا بذاك الوقت. هذا الموضوع انفتح انتو خلال التسجيل يعني مع شركة الانتاج، هل نظر بأي وقت تلميحا يعني أو بطريقة مباشرة إلى أنه هيدا بطل عربي بدنا تعطيه هيدا الصوت العربي؟ صحيح لحد ما، ما في شك أنه بتعرف اللي أشرفوا على دوبلاج جراندايزر في لبنان هن الفرسان الثلاثة الفلسطينيين، صبحي أبو اللغط، غانم الدجاني، وعبد المجيد أبو لبن، وكان المخرج وئام الصعيدي. فبطبيعة الحال ممكن نقعد في المكاتب نناقش الدور، نناقش المشاهد، لابد ما أنه تجي، ما هو نكبة الكوكب فليد في الفضاء هي كأن ذاتها نكبة فلسطين، كنا نشوفها هيك. حتى زيادة على ذلك كان بدأت الحرب اللبنانية وبدأنا نخاف على الوطن، وبلشت حرب شرسة جدا، لا شك انه كنا لما نفوت على استوديو في قذائف برا وفي حرب برا وفي معارك وفي، فكان شعورك
ما تخسر وطنك، ما تخسر أرضك، ما تخسر. نعم. عم نتحمس نرجع نحضر هالمسلسل لازم يرجع إعادة إنتاجه يعني. أنت حضرته مؤخرا شيء يعني؟ إمتى آخر مرة حضرت حلقة كاملة من جراند دايفر؟ شوف من زمان، بس ممكن تروح على السعودية، كان في زملاء لنا عند وجه لهم تحية، أسامة الخضيري وخالد الراشد، عملوا مثل متابعة للأطفال وللطلاب، ليش جراندايزر عم بيأثر فيهم؟ ليه؟ لا، لقوا أنه جراندايزر عم بيعلمهم اللغة العربية، عم بيذكرهم باللغة، عم بيخلهم يحفظوا عبارات في اللغة، وهيدي بيقولوها الأهل بكل بساطة، أنه ابننا اليوم وقت اللي بحب جراندايزر، هالطفل وقت اللي بحب جراندايزر وعم بيتفاعل معه وعم بيحفظ الكلمات اللي عم بيقولها أو عم بيسمع الكلمات بشغف هاللي عم بيقولها، فهي عم بتأثر فيه تلقائيا بمستوى حفظه للغة، بمستوى إجادته للغة، فعم بيكرر كلمات. حتى الكبار اليوم حافظين كتير من جمل جراندايزر وبيحكوها وبقولوها، إن كان على صعيد الوطن أو على صعيد الأرض أو على صعيد المحبة أو على صعيد السلام، فكله جراندايزر. عملت اختبار لكذا شخصية يعني لما كان عم بين الممثلين عم بيتم اختياركم، أو دغري لما طلبت للمسلسل كان معروف أنه أنت رح تلعب دور؟ لا، أنا كان الاختيار علي مرة واحدة، لأنه اللي ذكرتهم هالأساتذة كان لهم فضل كبير علينا بتوجيهنا بتدريبنا، كانوا مخرجين إذاعيين من لهم وزن طبعا، ف بخلال عملنا معهم وانتاجنا معهم، اضافه الى انه صوت فلسطين كنت قدم له قصائد معناهن كبير كتير. هو فلسطيني او لبناني جراندايزر؟ جراندايزر هو لكل العالم الحقيقه، جراندايزر هو لكل بلد يتعرض، لكل وطن يتعرض لاعتداء. بتعرف نحن اليوم بشكل خاص، اليوم يمكن يكون شعورنا وتاثيرنا بجراندايزر كبير، لأنه أوطان كتير عم تهاجم، أوطان كبير عم في مؤامرات عليها، فما في شك هو ابن هذه المحنة، هو ابن هذه الأزمة. أعداء دمروا كوكب فليد، انطلق وشوف قديش كانوا متطورين وهو علميا، صغير وهو فتى صغير يعني مسالم، صح، فجأة يتحول إلى بطل خارق، إلى بطل خارق يقاتل الأشرار، يقاتل الشر، يقاتل الأعداء. فكانت دايما نردد هذا الكلام، الموت للأعداء، الهزيمة للأعداء، دعونا نعيش بسلام، يعني لماذا لا نعيش على هذه الأرض الجميلة الطيبة الحلوة، هذه البيئة، يعني قيم التعددية، التعايش، البيئة، المساواة، يعني كانت أخته كمان إلى جانبه بعمله، يعني في مواقف إنسانية كتير حلوة. هالقيم اللي يعني عممها جراندايزر، واللي هي قيم فوق الطوائف والمناطق والمذاهب والبلدان، يعني بتقطع كل الحدود. اليوم بعد في مجال لهالنوع من الأفلام والأعمال على التلفزيونات العربية أو خلص ولا هذا الزمن؟ قد يكون لحسن الحظ أو لسوء الحظ خزبان، انه اليوم التواصل الاجتماعي خلانا نشوف اشياء اكثر بكثير مما هو مسموح لمجتمعنا انه نشوف، او لاطفالنا اجيالنا انها تشوف، وهذه بتعرف في شكوى كبيره وفي خوف كبير، والاهالي بحيره من امرهم كيف بدهم يربوا اطفالهم، خصوصا في هالموج العارمه من التواصل، اللي طفل بكل بساطة فيفوت على أي موقع، فيشوف اللي محظور عنه، واللي ما كانت على زمننا نحن، كانت الأمور طريقنا كانت أسلس وأسلم، ولا تحيط فيها هالمخاطر اللي نحن اليوم الطفل أجيالنا اليوم تتعرض لها. ما في شك يمكن إذا رجعت هالموجة من الأعمال لابد ما يكون في عودة لها، إذا كان في أعمال ليش جراندايزر بعده عايش وليش عم بيلاقي هذا القبول، وخصوصا في الدول العربية الشقيقة، ليش عم بالخليج، بالسعودية، بالكويت. أنا وسامي كلارك دايما عم نتوجه لهونيك بدعوات، وتفاجأ بيجيك الكبير والأب حامل ابنه عايده بيقول لك عم بربي ابني على جراندايزر وما يحمل جراندايزر. نحن عرفنا قبل شوي من الأستاذ سامي كلارك أنه عندكم كمان جولة بالعالم العربي، وفي أحيانا رح تتقاطعوا، يعني رح تكونوا سوا. هلا مدعوين إلى أكثر من بلد عربي حتى هل تتخيل يعني إذا بدوا، بما أنه عم ينعمل لكتير أساس ريميكينج ويعني يعاد إنتاجها من جديد بتقنيات وأساليب أحدث، هل تتخيل جراندايزر عم يحكي باللهجة اللبنانية؟
إذا يعني بتعيدوا دبلجته مثلا اليوم؟ شوف أنا يعني طبعا هو بيكون أو بالسوري مثلا أو باللهجة المحلية. أنا بفضل جراندايزر يبقى في لغته، خلي يكون على نطاق قومي، ما نحصره في وطن. نعم. إن كان لبناني أو سوري أو أي دولة عربية أخرى، خليه قومي، خليه بهالشيء اللي عرفته الناس. نعم. اللغة العربية لغة جميلة جدا، وبدك تخاطب العربي في 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 كل هالأقطار العربية، إذا لم تتوجه إليه باللغة الفصحى قد يصعب فهم كل الأمور. نعم. وإنك تتفاهم على بعض خصوصا الأمور العامة الاجتماعية التربوية القومية. نعم. هذه بتكون مهمة أكثر. أستاذ جياد الأطرش، شكرا لك ويعطيك ألف عافية، ومرة جديدة يعني كل التوفيق بعملك النقابي الجديد على رأس هذه النقابة العزيزة على قلوب كل اللبنانيين. أنا بشكرك كثير، وبشكرك لأنك ألقيت الضوء بشكل موسع جدا على هالعمل الخارق جراندايزر. استراحة ونلتقي بالمخرج ويام الصعيدي. يا جراندايزر اضرب كافح، لا تخشى أحدا، هيا امضي جالد ناضل وتقدم أبدا.